عقدت سعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصيرفي وزيرة السياحة خلال زيارتها لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة عدة اجتماعات عمل في كل من العاصمة أبوظبي وإمارة دبي وإمارة الشارقة، وأجرت خلالها نقاشات مثمرة مع مسؤولين عن المجال السياحي والثقافي في الدولة الشقيقة، بما يمهد الطريق لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك في هذا المجال. وحول هذا الموضوع يسرنا يكون معنا عبر الهاتف سعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصيرفي وزيرة السياحة. نرحب بك سعادة الوزيرة في نشرة الأخبار، ولو تطلعينا على أبرز ما تطرقتم إليه خلال الاجتماع الذي عقدتموه مع وزير الاقتصاد الإماراتي ومسؤولي المجال السياحي والثقافي بدولة الإمارات. مساكم الله بالخير وشاكرة لكم الاستضافة. طبعا مملكة البحرين حريصة جدا على تعزيز التعاون والتكامل السياحي مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك في إطار ما يربط البلدين الشقيقين من علاقات أخوية نموذجية ومتميزة تحظى بكل رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حفظهم الله. في الواقع اللقاء مع معالي الأخ العزيز عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد كان مثمر، وناقشنا خلال اللقاء مختلف أوجه التعاون بين البلدين في مجمل الموضوعات ذات الصلة بمواصلة تنمية القطاع السياحي في البلدين. تطرقنا بشكل خاص إلى بحث التعاون في مجال سياحة المعارض والمؤتمرات تحديدا في ضوء تدشين مركز البحرين العالمي للمعارض، وأيضا تطرقنا لموضوع الترويج المشترك للمقاصد السياحية في البلدين. وأثناء الاجتماع تم التطرق إلى وضع آلية عمل دائمة من أجل الاستفادة من التجارب المشتركة في تطوير صناعة السياحة ككل، فضلا عن تعزيز أطر التعاون في مجال التدريب السياحي والفندقي وتبادل الخبرات في المجال السياحي وأيضا إدارة الإحصائيات السياحية. نعم سعادة الوزيرة، يعني ما هي الفرص الواعدة التي يتطلع لها الجانبان من خلال هذا اللقاء؟ القطاع السياحي اليوم في البحرين وفي الإمارات يحقق تقدم ملموس، ونرى ذلك ينعكس في ارتفاع نسبة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي وأيضا خلق فرص العمل الواعدة. وبالفعل نرى الكثير من الفرص من التعاون مع الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، منها دعم المشاريع السياحية التطويرية اللي يطلقها القطاع، وأيضا تنويع المنتج السياحي بين البلدين وتكامله ليحقق رغبات مختلف السياح. القطاع السياحي اليوم يمثل واحد من أهم المجالات في تعزيز التعاون بين الدول، وأنا سعيدة أني أؤكد أن تعاوننا مع أشقائنا في الإمارات العربية المتحدة على تطوير هذا القطاع يسير في الطريق الصحيح، وأيضا سيحقق جميع الأهداف والتطلعات اللي إحنا وضعناها في خططنا الاستراتيجية السياحية لمملكة البحرين. نعم سعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصيرفي وزيرة السياحة، شكرا جزيلا لك.